بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كما كلا وبقول صدري صدحات كمدا من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. كتاب الصوم بين كسو جري صوم يوم عرفة أين صوم الري حكم كذا فضلك صوم يوم عرفنا قدال بوكا كين دون إمامكو هذا حكوح جيي صوم يوم عاشوراء مانك عاشوراء إلا صومه أصل كذي حكم كذو ربعين وكهالله فضلك ذي قيمة إلا ذي قدال بوكا كين دون صوم يوم عاشوراء يوم عاشوراء ومانك الطبنا ذي بيش محرم بيش الزكاة سمالي أتقان سنة كإسلام كوكبل لوضو محرم الليل هذا مالين كذا طبنات أما سقالات أي عاشورة الليل هذا عرفنا واتقرنا إسانا ومالين كذا سقالات بشا ذي الحجة أما عرف الله يقن عاشورة أما مالين كذا سقالات بشا ومالين كذا طبنات خلاف باكو تشيرا سي خلاف كاللوغة بحانا وحاونا كسن بعلمة وليه إن الإسرائيو سقالات كا هي طبنات كبا سيد حديث كوت المامد وحديث ابن عباس حاسك في عام بعلم القار كليه إن سقالات كا هي طبنات كا هي كوي طبنات كبا الله صوم صدح حضبا الله يسرعيه حكم كيس واصنة واصنة مؤكدة ومستحبة وهي إني واجب تهي قل يهر السلف قبل شري مذهب كانوا دبر قائبة الليل هذا وواحد نبوة قبة متأخرين تمتشر على الشيء إنه مركا أوسن إنه ما أنت أوسن واجب هاي وحقبنا أوسن جرين إجماع ابن عبد البر بس هو قوري وفي إجماعاته النظر عند العلماء إنه صنية هاي وواجب واجب هاي ناسق إجماع هو قوري كذلك قوام السنة في شرح صحيح مسلم والنووي غير كتبه هو قرشان مركا إن قليه سدا قبل فرض وإن واجب قبل دبر أن قاضي عياد باخو الشيغي في كتاب إكمال المعلم كشيغي مركا قضية داس انتا وما كقدتك إنا مركا وسنة ومبا هدى اللو بدأي هاي ومؤكدية ما وغير مؤكدنا والله الشيغي إنا مؤكدتا هاي أي مركا الراجحة أدلنا إيكو عادة هاي وحاكا والله ترتنسية صوم يوم عرفة إيو يوم يوم عاشوراء كيبا فضي بدن احاديث تو حكم مقن دون سي بدن تاي يوم عرفه اي فضي بدن تاي لكن ابن عباس با سو و قبا عاشوراء فضي بدن بو قبا وينو غاري دون ان شاء الله تعالى. حدثنا الزهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروه بن الزبير عن ابيه عروه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت له يدين كانت قريش قريش وحي أهي تصوم تيسون تعاشوراء مالك طبنات بيسوم جرتي بشا محرم مزكو في الجاهلية إسلام كهر اللي قدين في عنان الله سنين جاهلين والغسقنا أي قريش سوم جرتي صوم كقريش ذو حميشو كيمت إيا ماشي ككينين إيا سبب كيسو والسكو مان دافي قولي وحيليه وحادعي كرتئينو ياهي بحالكي يبقايات كيوحي اوغاها راقا اوغاها الدين تي نبي إبراهيم يا إسماعيل يا أنبيا دي أي مركا يوكو محاب سنيين أما يكو أبتر سنيين با قولي سيدا سيد تلمامي وانا سيدا ظاهر كاه بعض المؤرخين لكن وحي تلمامين ويكتبتو دكو الشيقين قريش با في الجاهلية مر دنبي وين كود عضو دنبي اسكو راعي ويدقيد كتلية ويو مركز واركاين دمبي وين هابي قالين دمبي قاسا كفارة قد كسبي كوريرين وذا الدهودي أما نمان علماء سكوشيغو يهود إنا يهيان لوم ملايني يا وحيدة هدي هداد عاشورة سونتان ومالين كات سونتان دمبي قا والايدين دافيا كفارة قد بإذون نقونا يا سوم كعاشورة سداسي مركز أسوم جرين أبن عن جد أسوم جرين نبونا كسو غاري ايغو سدا اسوما لبدا راي با لا شيغا انو بقايا يدحلك ايام بيدا كسو غاري ياهي اون كدايه
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلان يصوم وصوم الجرا اسغونا مركي اد النبي هو اسغونا نين وين نقدي لا ديري اما النبي لا دغ اما كهربا تلكي بولا صوم الجري سدو اول حجي جريبا سدو اول حجي جريبا وخي مركا اي دينك كو خلافين بو كلي خان جري وعرف ما يسن استاغ جيرين او مزدلفو واي كو حد قد بجيرين او انها النبي هو كلي خد الله با كدوي فلما هاجر الى المدينه مركو النبي مدينه اسو جيروداي صام هو صوم عاشوراء ايو النبي صوم وامر امتنا وحو فري بصيام الا صومه فلما فرض شهر رمضان بشهر رمضان ما كان واجب الينا قال النبي وحو يلي من شاء انك دون صام هو صوم عاشوراء ومن شاء انك دون ترك وكتغو وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب محمد بن علاء قال حدثنا ابن نمير عبد الله عن هشام بن عروه بهذا الاسناد سند كن كور هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ولم يذكر موسى شيئا ابن نمير ما شيئا في اول حديث حديث كهرانتيسا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم مدهن وقال وحون ابن نمير وتقصوا قرر جرير متابعين في آخر الحديث حكيلي وترك عاشوراء عاشور نبي كتغي رمضان بون الصومي فلما فرض شهر رمضان هو صومي وترك عاشوراء انت سوسا صومي فمن شاء صامه ومن شاء ترك نينك دونها الصوم نينك دونها كتغو ولم يجعله وركان دم موسى كدغن ابن نمير وفمن شاء صامه وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترك لفظك اسك كمدغين من قول النبي نبي ويدس كما دغين كروايه جرير سيده روايه جرير اي اوغا دغت هذلك النبي عليه الصلاه والسلام اسغو ابن نمير موسى كدغين هذلك النبي هذلك عائشة انه يحيى بو كدغي وي معنه هو انت كربا ان اي رواد اسكو خلافين هشام بن عروه اي ربا انه شيغو في اللفظ والمتن وجريرنا سيده هورو كووري وهو المعتمد نكلا ابن نميرنا سيدنا دنبو كووريي رواية الزهري اي مركاسي هشام متابعين دونا ايانا عضين دون رواية جريء اي صحتها وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عروة مركز الزهري بهذا هشام متابعين اياه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان يوم عاشوراء مالك عاشوراء مالك طبناد بشا محرم امزك الليل هذا كان يصام في الجاهلية إسلام كورب على سوم الشري فلما جاء الإسلام إسلام مركو يمدنا من شاء صامه نك دون وسوم الشري ومن شاء تركه نك دون وكتك الشري حدثنا حرملة بن يحيى تجيب المصري أخبر ابن وهب عبد الله أخبر يونس يعني ابن يزيد الأيلي عن شاب الزهري مركي يونس بعد نصف فيها سوى متابعينية أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهر عن عروة سويرنا أخبرني بدلي هايو سنة كسطو الشيخ وسوي عليو متابعة كسطو كان فإذا لصعت إما إسنادية أو متنية أو لطيفة حديثية أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر نبي حواء كيفر بصيامه صوم كسو فرج رمالك عاشوراء إلا صومه قبل أن يفرض رمضان ورمضان إنه لفرض يعني كهر رمضان بشي سنة كلابات هجرة يا لفرض يا ذي يا لواجب يلي فلما فرض رمضان رمضان مكي لواجب يلي كان من شاء وحوى نك دون صام كيسوم يوم عاشوراء مالك الطبنات ومن شاء أفطر نك دون رواز كافر جرو مسوم الجرين حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال ابن رمح وحور أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب المصري أن عراكا يعني ابن مالك الغفاري عراك بن مالك أخبر وحوش يزيد أن عروة بن الزبير هذا وحور ربا يزيد ابن أبي حبيب ومركا عفوا عراك ومتابعين الزهري زهري عن عروة عراك بن مالك أخبر وحوش أن عروة أخبر وحوش أن عائشة رضي الله تعالى أخبرني يتبسي أن قريش قريش كانت تصوم عاشوراء عاشوراء يصوم جرت في الجاهلية إسلام ككهر ثم أمر رسول الله كذب رسول كلاه بفري ومضفر بصيام إلا صومه حتى فرض رمضان إلى رمضان لواجب إلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء نكدونا
فليصوم عاشورها الصوم بعد وجوب رمضان ومن شاء انك دورها فليفطرها افرا. اذا حديثا صون نقطي انت مرك حديث ابن عمر لك يعني حديث عائشة دو دمي روايه كيسي حكو عدي هاي امر كونو هاي امر وجوب ونبي على سبيل الوجوب وأفري ومضى مضى إني صنتو مالك عاشوراء أنت لواجب يلين رمضان وواجبها خلاف كم مركة كجري بابك فقد اسكم عن رافين أي مركة حديثك ورجحها هي قول كم ذا لا قول باجرتو وذا دو حيلي بخاري بنا هوشا كنت جماعة من الفقهاء بنا قبة شافعي أنا أب ذنب هوشا أيضا وحيلي صوم واجب أو كهري رمضان مجر إلهي سبحانه وتعالى كما واجب يا المسلمين لا بل ولا مال يوم واجب قبل رمضان. البخاري اصو حدر ظاهر الكتاب يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما الى اخر الايات. ايات وحشكتي رمضان ان واجب نقول نالا ساري سيدو مدينه نقول ريب الله فرض يعني هذو فرض هي إيه واجب هي إيه مكتوب كلتشرو والله تلمام لها بيد هذه. القاس ايو كبس كعيين. راي مركا جمهور العلم اي قبان. وراي اورن ريا وحنفيضا هركع هي وانا وجع عند الشافعيه وهو الراجح من حيث الدليل. يوم عاشوراء واجب وها قبل رمضان احاديث انا اذا تصدون ته. نبي وفرن ديري ذاتكي مدينه كسكو ككري عوالده. دقنا أورنا يا هلا فرين هلا قرسي نينك ساكا أم وحنينا هاد هاد هالصوم هني يستو يوم عاشورا صوم كده إيه نينك ساكا قرا عذينا هأفه يستو أنت عدو كذا عيسو قرا عدو كذا عيسو حديث الربيع بنت معود بين قاري دونا أو أورنا يا صوم عرورتنا سومية عرورتنا سومية يا ناس كلا يا لا شخصين ولا نوتشين هلا مشغول يوك مكي قاشة دريبان مركا يوم عاشوراء ظاهر النصوص وحوي واجب وها ثم نسخ وجوبه برمضان وجوب كسبال النسخ وحال النسخ وجوب رمضان هذا هو الظاهر وهو الراجع من حيث الدليل تاويل كمركا والنووي كله فانا يا احاديث تاسي مركا صح معها حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير محمد واللفظ له قال حدثنا ابي وعبد الله حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع مولى بن عمر اخبرني عبد الله بن عمر اسنا حديث كشاهد بو كان يا ومخراتك حديث عائشه امنا ان اهل الجاهليه قوله اسلام كهري كانوا وحي اهان يصومون كوي صوم يوم عاشوراء او يصوم الجرين اما انه هي بقايا من دين الانبياء اي يصوم الجرين لا دخل بدن بين دين الاسلام كايستين انبياء كهريستون وان يرين يينو يهي هوشاس تاريخيا لغو الشيخ لابد من أموهي إذن واشي خير عبادة إسكوان أكسن بها إلهي سبحانه إن لو صومه وعبادة مشتركة خصائص من بلها قاركو تكن نغضو صفات كيسة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاينا صامه وصومي والمسلمون مسلمين تصومي قبل أن يفترض رمضان أنت رمضان لواجب يلين فلما افترض رمضان رمضان ممكن لواجب يلينا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك لو حيري إن عاشوراء يوم من أيام الله عاشوراء ومال مالمه إلهي كمدة إيه مقع عابوه يعني ومال فضل يقيمي قياء الله اكتسى كل الوجهة فمن شاء صامه ننكدون وصومي على سبيل الاستحباب ومن شاء تركه على سبيل الجواز ننكدون وكتقها إياه وبعد وجوب رمضان وحدثنا محمد المثنى ابو موسى البصري وزهير بن حرب بن ابو خيثمه النسائي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وهو القطان حا وحدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابو اسامه حماد من اسامه كلاهما لبض وضباء يحيى ايوه ابو اسامه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بمثله اي مثل حديث السابق بشيء في الاسناد صو كليت شيخين وهي حديث كذا صومر سنه كذا صومرتين يدخل مرتين عن نافع عن عبد الله بن عمر طيب عبيد الله بن مركو حي متابعين لبدا وذات عبد الله بن نمير متابعين يعني حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد وحدثنا ابن رمح محمد اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر
إذن ليث عمرك عبيد الله متابعين وهدنا كان إمامك. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر وحال الشيخ عند رسول الله سبحانه سوح الشيخ يوم عاشوراء مالك الطبناد محرم أما الزكاة النبي أكتس الشيخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي حول كان يوما يصوم أهل الجاهلية عاشوراء وحي آهي مالك أهل الجاهلية الإسلام أي صومان تذكر إسلامك. فمن أحب أنك تعالى منكم وإذنك إذا كان بذا أن يصومه فليصوم إنك تعالى وإذنك إذا كثر المسلمين تعالى إنه صوم مالك هصوم ومن شاف ومن كره إن كان ربنا فليدع كراهذا وحوي إن كان دون النبال وجدا ومش تتخير إذا كراهذي أهيد معيب كماها رواية كوراك وعد ومن شاء تركض وكوع الدينس فليدعوها كتواسك الدائي واجبكم إيه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد عن الوليد يعني من كثير المخزوم القرشي حدثني نافع. إذن وليد من كثير وضنا متابع ليت إيه عبيد الله عن نافع. حدثني نافع أصومرك أيه عنب إلهايين هذا سو صرح بالتحديث. حدثني نافع أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أشيق موليسا نافع أنه سمع رسول الله رسول كلاهما مغلو يقول لفي يوم عاشوراء مالك عاشوراء إن هذا يوم كان كروحه يوم مالك كان يصوم أهل الجاهلية مالك كان وما لا يصوم الجرين تدكي إسلام ككهرية. فمن أحب أنك تعالى أن يصوم إنه صوم فليصوم هالصوم ومن أحب أنك تعالى أن يتركه إنه كتغانا فليتركها كتب واجبكم إيه. وكان عبد الله بن عمر وحوها لا يصوم كان صوم عاشوراء مسوم الجرين إلا أن يوافق صيامه إن صوم كي سكب يكمن مويد صوم صنوه إسكواته أما قضوا وقضينا إيه أما النذر كيسا إنه كب يكمن مويد مسوم الجرين عبد الله بن عمر حنوار كجراء صو إلا النسخي وجوبا واستحبابا إن صوم عاشوراء وصن صناه لا وجوبا ولا استحبابا بأسوه أركاية وصن مشروع إن صوم كسوه لقدتكي. وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا روح بن عبادة القيسي حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس أخبرني نافع عبيد الله بن الأخنس وصومنا وذاته ورأي الليث إيو وليد بن كثير إيو متابعين إيو عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال ذكر عند النبي نبي أكتيس وحلو شيء صوم يوم عاشوراء مالك الطمناد محرم صوم كذا لو شيء صوبنا أكتيس فذكر عبيد الله بن الأخنس وحوش شيء يعني متابع صوق الرنبط وترنيس أفعاشا فذكر وحوش شيء مثل حديث الليث بن سعد بوشيء سواء أو سيسمان أو وحبو وصن قدرين. طيب وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي حدثنا أبو العاصم أبو عاصم النبيل ضحاك بن مخلد الشيباني حدثنا عمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر العسقلاني وأن عبد الله بن عمر وأهو يهوي أهو صدح حرام اللباد وعمر بن محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر وهي أهو لباد بؤية العسقلاني ودقانكي ماشو الدقان ويو ماشو العسقلاني هذا يهود هيزتا الشام كتر سنانجر فلسطين لوكاسوي. حدثنا أبو الوداد عمر أها ابن زيد ابن محمد عبد سالم بن عبد الله وأبيه أذيركي وأذيركي أبوي سالم بن عبد الله بن عمر يو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر محسويه وولي أوقي أما وولي يو وضيء أبيه أذير أدهوي سالم بن عبد الله بن عمر حدثني عبد الله بن عمر وأبيه هذه سند كان بخاري سيدا كوريا وحنا كقطع حديثك أبو عاصم النبي بسوا توس كوريا بخاري حديثك لكن فإذا مسلم حكم ذا سند كان أسقى عن أبي عاصم إلى آخره ومعنعن في البخاري مع أن مسلم صرح في جميع الطبقات بالتحديث مرق فوائد يكملت هاي. حدثني عبد الله بن عمر قال وحول عبد الله ذكر وحال الشيخ عند رسول الله رسول الله يقول الشيخ أكتيس يوم عاشوراء بالله الشيخ يوم عاشوراء عفوا أي الله الشيخ والنبي الله مصرنا من سواس كدينا فقال وحول صوبانه كان ذاك يوم كان يصوم أهل الجاهلية ذاك متكاسي يوم مال وكان يصوم أهل الجاهلية
dadkii dinkoo horeeyay quraashada ay soo majireen arabti mushrikiinta ay soo majireen faman shaa ninki doona hado muslimiintiin sama wa sumay wa man shaa taraka wa katay wa khayr yaani qaabku nabiga hataa u bandhigayo marka aad aragtay takhyirka raayiga abdullah ibn umar ba ku muqanayo oo aad leedahay sheegu sunnaba ma aha bacda wujubi ramadaan عاشوراء إن الله صلى الله عليه وسلم شو ما أتصل الرئيس لكن أتكين تدم نبغو أتكي أو نبغو أرندو نهدان شو لا يبقيت إلى العام المقبل لا أصومن التاسعة ونبغو أرند عليه الصلاة والسلام أياكو عضني إني تسنة مؤكدة هي فضل اللي قل شيء قدونا حدثنا أبو بكر نبي شيبة وأبو كريب نبغو حسيدة أولى يا مركة oo takhiiri oo ga dhigaya marka la waydiyo wajub kooro ka baqaya inuu baaqi ahaado wajub kooro ay ala sabil wajub wal hakm usum jireen ayaa ay ayuu nabagu baabinaya ayuu nabagu baabinaya aw shana shariicadu iyo ay siiqada quraanka iyo sunnada way ku timaada shay hore wajub aha maqaabka loo aaminsan marka la tirtirayo in siiqa iyo cibaara la tifan takhiiriya ama raf'ul junah oo kale رفع الإثم أو كله لقعبره قرآن كان واتقارة مكة سورة البقرة لما رأيها خاصة أيدي حجها طيب حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية الضري محمد بن خازم قال أبو بكر سوي حور مركو ورني حديثك حدثنا أبو معاوية عن موسى بهن عن الأعمى سليمان ميران عن عمارة ابن عمير التميمي عن عبد الرحمن يزيد بن قيس قال وحول وذاتك دخل الأشعث بن قيس باقالي عبد الرحمن يزيد بن قيس النخعي الكوفي دخل الأشعث بن قيس بوحوصه قال ابن معدي كرب الكندي وصحابي على عبد الله بن مسعود بوصه قال وهو يتغدى سوى قديني راشين كان نسكر الله عنا غدا الليل هذا أما مالك برتن كسر الله عنه هو يتغدى مركة هريمي سنة مركو حوس أشعث بأسوق قلي عبد الله مسعود وقذيني فقال وحوري عبد الله مسعود بأرانية يا أبا محمد أبا محمد وأكون يدي أشعث بن قيس ابن معدي كرب الكندي أدنو إلى الغداء قذ أسوق دبو صوف رسو إلى قذيه فقال وحوري أبو محمد وأشعث بن قيس أوليس اليوم يوم عاشوراء ما أنت موينا إنهين ما لك عاشوراء ما أنت صوع عاشوراء معها مع قال قد إلى ذاي قال عبد الله مسعود حجري وهل تدري ما يوم عاشوراء يوم عاشوراء حكم كيزيها وليس وحما كلا صعوتها نطق أن مالك أحكام تيس قال حوري أشعث وما هو حوري عاشوراء بل وركيس سودة قال حوري إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وحوء يهي مال بوي هاي ونبي محمد أسوم الشري قبل أن ينزل عليه قبل أن ينزل شهر رمضان أنتم سنسود دقين رمضان صوم كيسة فلما نزل شهر رمضان يعني ما كي وجوب كي سود دقى اللو جيدة تورك والاقتك صوم يوم عاشورة والاقتك وقال أبو كريب سوي حلو في روايته لفظي ولفظي أبو بكر بن شيبة مركة أبو كريب حيلي ترك هو كتك ماشي تورك ممنوع المجهول لقد قال هذا والله مسمي ترك ونبي كتك الصوم كيسي ومرك عبد الله هنا حوار كاسونا ها ابن مسعود اصلا انه منسوق يا ايون لصومين لا وجوبا ولا استحبابا ابن عمر نوى صوم رئيسي وحدثنا زيد بن حرب بن عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن الاعمى سليمان بهذا الاسناد سند كله كور يا مركه وذاتك يا جرير إلا معاون متابعين هياي وقال وحيدين لبدان وذات إيه زهير عثمان فلما نزل رمضان رمضان مكو سود دقي تركوا نبي وكتك وحدثنا أبو بكر نبي شيبة حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون السمين واللفظ له لفظ كان شيء قد اسكر وذاته رمالها حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا سفيان الثوري حدثني زبيد ابن الحارث اليامي عن عمارة ابن عمير مركر عمار وكسوير هذا لكن أولا نسبيه ابن عمير التيمي التميمي عفوا
عن قيس بن سكن الأسدي أن الأشعث بن قيس أن الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي دخل على عبد الله يوم عاشوراء. دي عبد الله اللي إطلاق أصوه قرعاه. عبد الله بن مسعود أي أصوه قليمان عاشوراء وهو يأكل عبد الله وقدين يرشن عنيه. فقال عبد الله وحوري يا أبا محمد أبا محمد أدن فكل سوره ورشن وحكعون. قال وحوري أشعث بن قيس إني صائم وانصومن أي انت وركم مجرى الحديث كهوري. قال وحور بن مسعود كنا نصومه ثم ترك ونصوم جري ولغت غي صوم قود والله هي سمحيت ونصوم جري ولغت غي اير كالي قدي ساسوليه مركزو. وحدثني محمد حاتم قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي اسحاق بن منصور الكوسج ما ابن بهرام الكوسج معي نكاس اسو وشيخ مسلم. إسحاق بن منصور السلولي حدثنا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن منصور ابن المعتمر السلمي عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال دخل الأشعث بن قيس متابعات حديث عبد الله بوضاه. دخل الأشعث بن قيس بأصوه قلي على ابن مسعود بأصوه قلي وهو يأكل أصوه قدينيه يوم عاشوراء مال عاشوراء قدهيت. فقال وحوي مرك أشعث يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن وكن يدي عبد الله المسعودي إن اليوم يوم عاشوراء ما أنت وما أنت عاشوراء قيمها بنيت صوم كذا الله تعالى أظن وابتك قدين ساه. فقال وحور قد كان يصام ولا سوم الشري قبل أن ينزل رمضان إن ده رمضان لواجب يارين. فلما نزل رمضان ترك رمضان مرك عيرك اللي قسوا الدجيينة ولا قد تجي. فإن كنت مفطرا هذا أفران تاي فطعا معنا ونلا قديبر نلا فصفريس هذا أفران تاي ونصون كلا صومين عاشورا وركد متشري كالي قدير راشنك أكعو. حدثنا أبو بكر بن شيبة وحدثنا عبيد الله بن موسى العبسي أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن جعفر بن أبي ثور السوائي ومن رجال مسلم وابن ماجه فقط من كان جعفر بن ثور حديث كيس وحن قصهم مري كتاب الوضوء بين قصهم مري مسلم وحجي سنه وذات كان جعفر بن ثور حديث كي اها نبي الله هيلب كارغا مكوي سي سنهنا هذا تن كوي سي استاديه كان اسك داهي نبي الله هيلب كيل مكوي سي نعم كوي سي استاسو نبي الله حريها اما دلجيس كارغا مكتو كان كرا كتو كذا سبدا قيل أم حردا قيل أم كنت تنكر مايا حديث كيات ثمرتين في كتاب الوضوء بو زوح جيست مسلم عن جاب نصر وأوغي جاب نصر وأوغي حديث كاسنا أوغي بكورني جعب نبي ثور عن جاب نصر وأوغي السوائي رضي الله تعالى عنه. حافظكم مركا ننك عن جعب نبي ثور وحر ومقبول بمعنى لين الحديث ما لم يتابع وسابقة أن لوجه رين حافظ كوجه رين مجرو مقبول أي لي الحديث ما لم يتابع أصدق كل اجتهاد وأن إمام مجتهد لكن لوجه مهرين نين كان واحد لوضع في مجرو علم الدين وحوله ولا شجعين وهوش كت شددي يا وحوله ومجهول نين كان جعفر بن أبي ثور ومجهول بيها قباس هذا قول رديه كتاب كيس السنن كمجلد ككوبات بقول كنت نسيت كم راجعية وحصل لي يابا حافظك التهذيب كوحكو الشيغي وذات كان جعفر بن ثور انه مسلم حديث اصح الشيغي صح حديثه مسلم في لحوم الابل بول وابن خزيمه وابن حبان وابو عبد الله بن منده وغير واحد الصقع الشيغي وحجر حين موسى كين اون كاهين ابن المدينه يلي هو مجهول وحول حديثك سوحاها صحيح الى مسلم وحا صحيح ابن خزيمه وعلى صحيح بن حبان أبو عبد الله بن مندى وغير واحد من الحفاظ بصحيح يال حق الجهالة ورجل مشهور بها قبا هوش آد وقه الله لبها قصو حوقبا الوضوء التوضو من الحمل بالبقبا مثلا مكم برا يمركة شافعي ذو نقدي ثلاثة من كبار الأئمة والنقاد وذات كان جعفر حديث كوري وشاقي وحجر حين أوسن جرين مركو علم الدين وركا ورو كو خلدمي وي
وروك خلطامي وي جهاله ما جرت ايدو اسك داي وننكو هذا سدح امامك وحك وريان جهاله وا كبخاي توثيق سوما مسلم با توثيقه صحيح ابن خزيمه صحيح لي اذا وا توثيق التعديل ان لهين وح مقابل كسو جده معارض اه مرك وا مقبول الا يراده وا خطا ايدو حابتك اسغا هوشاسي ايه اسغا اسرديي تهذيب كيس تقريب سكال الدوان هذول إلى هو مجهول سدي المديني وحوي أمك الله لكن مقبول وضعيف الحديث هو وضعيف الحديث ده لا متابعينه تواصلنا ومسألة مركز تلابر ديروي نقال عليه تعالى رأي مسلم بها الصحان هذا نحو كانوا شواهد بكو كان بابك وهذا مدى يكرتي هل كانوا كحو جيست هذا من باب الشواهد إماشو كحو جيستي وفي باب الوضوء عن جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا وحنا فرجر بصيام يوم عاشوراء نبغى وحنا فرجر صومك يوم عاشوراء الله سعد هذا حلق الله فري صوم يوم عاشوراء هذا يسمن كما كتاي ايضو لما الشيخ امر كاس لكن حلق النبي مدينه يمد بو امر كاس توس ومضو فري هل سنة الله صومي هل سنة الله صومي يوم عاشوراء على سبيل الوجوب لو صومي هل سنة حيث رمضان وحل واجب يالي سنة كسقالة سنة كاللبادة هجرة على واجب يالي نبي هل سنة مركو جوغ صومة هل سنة مبوجوغ عاشوراء دافتي سنة كيكوبات دافتي ونبي مركا يوم ربيع الأول صومي وحنا مدينين ربيع الأول اللهم أطيل الله ويوريغي محرم يوم عشر ويوريغي تسيدي يهود وقبيل الجاهلية ومسالك لي هل سنوم بالله صومي كان مركا ميشة تلو حوية وكان ذي مجرد الفعل آيت كان يفعل كذا يقوم يصنع كذا مجرد الفعل للاستمرار والتكرار لو مجد وتي أصل كايدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر وحنا فرجر بصيام يوم عاشوراء مالك عاشوراء نصونون فرجر ويحثنا عيوا نقع على بنجري ونوتر ترسنجري ويتعاهدنا وندبق للجري عنده عند المحرم أم عند العاشر ويتعاهد ونفاج فاج بمعنى ونكر ميري جري إيش يسأل لجري مسومنتين بورنجري إذا وحنا سود بقال يوام حي وواجب هذه سنة ما وواجب ويتعاهدون أي ويتحافظون عنده عند يوم عاشوراء عند اليوم العاشر من المحرم وندبجرج ونكر ميرجر ونبيقاق جريسان وصوه بصدر مصوم الله يسمان نسومي فلما فرض رمضان رمضان مكي لواجب يلي لم يأمرنا نمفرين ولم ينهنا نقم الرئيبين لم يأمرنا على سبيل الوجوب ولم ينهنا نقم الرئيبين ولم يتعاهدنا نماذج باستاغن عنده عند المحر يوم العاشر عند العاشر من محرم باللوجيده اما نوكر ميرن ولا نماذج بقلين حدثني حرمله بن يحيى اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس بن زيد الايلي عن شاب الزهري اخبرنا حميد ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري انه سمع معاويه ابن الحكم ابن ابي سفيان الاموي رضي الله تعالى خطيبا اصوك خطبينيه بالمدينة مدينة كخط بيني يعني وحوجدة في قدمة قلتان قدمها وصوغ المدينة ويمت سوغ سو حجي ومكاك صولابتي ومدينة صومري حجكي سنة كي كنتوني تضبات إنو هابا اللو بدأي يا فرطني لو كي هيدنا والله شيء لما لا رور قربو صوغ حجي ايمت إلا شام باصغ عاصمة وهايد خطبهم وخط بي مسلمين من برك النبي محمد مساد كخط بيي يوم عاشوراء مال عاشوراء وانا امير المسلمين تمرك ايضا فقال وحولي في خطبتي أي معاويه اين علماؤكم علمدي ماذا يا اهل المدينه ري مدينه علمدي حقيق قبتين ما كو دعي حكمكم ايدين عديا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسوا ما لهذا اليوم مالك انا سكن ما انت تاغنا النبي وكلان مقلي هذا يوم عاشوراء كان هو مالك عاشوراء معايا اللي وحوا دورين هينا حديث معوى مهم جدا حديث معوى مهم صو حو إسلامي بعد أنت لنا سخي صوم كعاشوراء وجوب كيس كدب إسلام قول ما الله نصا وجوب كيس صوم عاشوراء
سنة كلابات الهجرة معاوية فتح مكة هي ملاها كرة هذه إسلام كيس مركا أسوق هوشي سن وهذا الضنبئ ونبي وكم مغلي بعد نسق الوجوب حنو كوفا إذين يا تأكيد الاستحباب سنمتك إني أذك تيحوك بدانتهاي يوم عاشوراء إن الله الصومه حنا ردنا يا حديثك أرقتدي العباد عبد الله بن سعودي عبد الله بن عمر هذا يوم عاشوراء نبي قولان مقلي كان هو مالك عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه صوم كيس ربيكم واجب يلين بعد نسخه انت لنسخ كذب واجب صار ماءها وانا صائم انا قال نبي محمد وصومي وانا صومنا فمن احب منكم ان يصوم فليصوم ومن احب ان يفطر فليفطر ورعدوي واجب ماءها انور وصومي ننكد دونها الصوم ننكد دونها اسكدايو حديث كان معاوي وحد الاشاده جمهور الشافعيه وحيليه نص ويه ان ولي بلا واجب يلين وحقيقه كجرا هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه قلت اغيه ولا قيدي كرم يعني نص ماها نص ما معايا الي ان لواجب يلين وامر بصيامه يحثنا عليه ويتعاهدنا عنده اي حديث الربيع بنت معود بايمان دونا ووجوب واحد قدر القسمي عروت يرك الناس كنوق الناس كانوا ديدو هلا مشغول يو نبي يقول رمضان ما دهن ايضا في عندنا اللي قلت ربي رمضان ما دهن لكن يوم عاشوراء وحنا نبي نقول شيء مركي واجب كاهي خصوصا نقول له جنين رمضان سون كيس حق عروت عيال كسومينتو مركوا الدلاب بنان كتالا وجوب كيسو مركوا عام مخصوصة أما وحلو جدا وجوب كي منسوخة أها وأنا بوكا الله لا بد أن يدوي مرك الناس كما أها يعني في قدمة قديمة هذا سي رواية البخاري وحي عضيسي عام حجة عام سنة كسوة حجيي بقدرت يعني في قدمة قديمة سفرت عسك عادة ما عيني حج وقوي مد برواية البخاري عضيسي في عام حجة أما عام حج وحجر هذا حدثنا أبو الطاهر حدثنا عبد الله ابن وهب أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شاب الزهري في هذا الإسناد بكوري بمثله أصغوك ومالك بهذا ومطابعين يا رجل هوري يونس وكمدها ومطابعين وحدثنا طريقا أودورت مسلم الزهري زهري بارسكو خلافي حديثك طريقا هذا مسلم أوكري سكون مطابعين جماعة أي أحيوك بدن دار قد نحو حكوا دم وباطل وهذا هو الصواب إلى الك كن الله بقول يا سال كفيري وماشي حميد عبد الرحمن بينما وحي قليين أبو صلبة عن الزهري عن أبي سلمة عبد الرحمن بك دقي لو إنه ولا لا ما هاي وحوى نين كاني وحميد عبد الرحمن عوف يا سلا أبو صلبة ما وحدثنا النبي عمر العدني محمد يحيى حدثنا صبيان بن عيينة عن الزهري بدل إسناد بكوري سمع النبي نبي مقلي صحابي معاوية يقول أسقولي في مثل هذا اليوم مال كان كلي كلي إني صائم وان صومنا ومال عاشورة وان صومنا هذا واجب دكما ننكدونها صوم ننكدونها سكتاي قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نبي مدينة صوق عليه فوجد وحوهري عفوا وعبان كبودي حديث ابن عباس من هذا إني صائم وأن صومني فمن شاء ننك دون أن يصوم فليصوم ننك دون أن يصوم فليصوم هالصوم ولم يذكر موسى شيئا ابن عيينة باقي حديث مالك ويونس حديث مالك عن الزهري يونس عن الزهري لفظ قول موسى لما يسترين وابن عيينة مكورني أسوك سوى قاوم بكوك انت قاب صدق حدثنا شواهد بوضع عن صوم الرشايد ابن عمر شاهد عبد الله المسعود ايوه شواهد اذفر بلانه ومرات تقعدك هي امنا عائشه رضي الله عنها وكبل اصل كباب وكبل حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشام البشير السلمي عن ابي بشر جعفر بن ابي وحشيه جعفر بن ابي وحشيه ليلى لكن هو منشور بكنيته عن سعيد بن جبير الاسدي رضي الله رحمه الله تعالى عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله المدينة نو مدينة صوق علي فوجد اليهود يهود بوحي علي يصومون أيوة سمي يوم عاشوراء
إشكال بمشى مركة كإيمانها يو حاجة تاريخية نو نبيه مدينة وحصوق علي بيش موليد أما ربيع الأول أو تقانا ومركة سنة كوبات عاشوري سوي دافتي دنك هذه لغفيري محرم صفر موليد ثم بيش صدحات السنة كأيو صوق علي سنتك اللي باطنا وحل واجب يلي بش رمضان مركا رمضان صوم كيسي يصوم كعاشوراء إذا مركا بهذان النص وح جدود دعين هل سنة جدود هل سنة جدود سنتك اللي باطة سنتك اللي باط رمضان ممكن الواجب يلي هاد وحوي وسنتك دبيا قديس رمضان بش محوق له معلو يا نجد مسلمينا بيش السجالات محاربنا وحين نقطي باللغة سنتك هل سنة ما كقول عدد كان هذا مركز استمرارية ما هي كثركم تصيص ومجرد الفعل وحن قوي وحاسد عكرتا لابد السنة نبقي وجوه مدينة وجوه غيبة أنت الواجب يلين رمضان لابد السنة ما نبقي إنه الصومي معي لي يهود يا النصارى لقن حب إلي حق عبادة كذا وحي يكون بلا ترصدان ويكون مال ما ترصدان سنة كقماء الشمس النجوم للهلال هذا المركب بشب بلا شيء يضع وضيح آثير سطورك هذا ولي يقول توصناني ما لكنا بهاقاقية لكن هذا سنة كان ميلاده وتقنا عام الشمس وقو ترصدان ووريقية ما لك وزقورية ما لك الوتقية هذا صميدة رمضان مروح وقلي تري مروح بيش السجالات بقلي تري بيش السجالات واردو بسجالات قلي تري سبتمبر بكسو أجري يا أغس هذا نحن كسو أدني هاي بيش صدحاله ما جد كسو أدني وحير كده ما سوق الجنوري قلي دار كيسا وحوض وحصا سوق راح يوم مركا صادرت المركا أي عاشورة سودة وذهاي بيش هاي سودة وذهاي نمن كود حديقة هي قانية منازش هي قانية وتجيران دي جري عاشورة مالك يكون أدنت ولو شيء مالك هذا السومية ما معها بيش طبعا كده إسكع أدن أما بيش السؤال كده كود أدن سادو كود قان تاو كلا ومال وريجي لو أتنك بيش كود هذا هي مروح كود هذا يا طبعا كبيش مروح كود هذا كود بيش واجد من بمركو أضيع يهودي ده هو شيء قانة دنتي زيد بن ثابت بيويدين جري يهود وأصون أدو يقان بلها يهودي النصارى وح أدو يقان نبغي وكي أدرى ينو أفقه ضبر تذكر نيسا زيد بديجر النوش ما أنت عاشرة ما نكيكو أدنت أي سنة شمسية مركز ده وكذا مركز إشكال كل كاسو كبحاية قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نبغي صوق علي فوجد اليهود يهود بو أهلي يصومون أيقو صوم يوم عاشورة صومية وأن صوم الرأي نبغي نصوم الجري قبل الهجرة وطمرتين قبل الهجرة وسوم جري كقومه قريش بسوم جرتي وهو من قريش مسلمين تاشوم جري ولا سوم جري فسئلوا عن ذلك يهود بقى لو يدوا لمالك محدود سوم إيسان فقالوا وحيدين إريقا ماشا هوري أين علماءكم حديث كي معاوية نكتن يعني وحود درامي معاوية علم ليين إن ريم مدينة إفوضي سنيان سومد يوم عاشوراء رمضان هذا عبد الله أنتم سكتين ودح فدي عبد الله المسعود وفقيها ابن عمر باتشوقي رجاسها والقيا بعيني أي قطة أثورة مركو حوار كم مدينون آذ لوجس يتعلين صوم كيوم عاشوراء صادرت المركة أسوي حوض معين المركة الدرينسي وحنا بيا كم مقلي كون عربي صوم دمان كأسرع فقالوا يوحي لنا هذا اليوم مالك الأسرع أبدا والذي مالك أظهر الله ربي أهي لي فيه قديه سموسى موسى وأود السيء يا غلبده يا وبري إسرائيل هبل إسرائيل وغلبده السيء وحجي على فرعون وقهي لي يكبول يستي ما هذا مال أنت ومال أنت نبي موسى يتلكي أو مسلمين تحلق أم تلي أي قول يستن فرعون رب كبير لها لاقي فنحن أن نصومه تعظيما له أنا وحنصوم إن مالك وينين عن ربي وينين مالك عن وينين
نبي موسى وصوم مانكا سجا شكرا بوصوم وانغاري دونا نبي الله موسى ايو ميسى بلا مسون نبي قال بلاوي نبي الله موسى بلا وصومي شكرا حديث وحيت المام النبي الله نوح مالك الهي بدبادي اسغا اي انت يري رميسه رعد دونت لا رعدي قالد يا علو ربي او جبي طوفان لو سي داي مالك انو صومي شكرا لله سبحانه وتعالى كذلك موسى بصومي مالك الهي بدبادي المسلمين تا قال ان لها لاغ شكرا يهود نمركا مالكاس رات كاسي او هيين ان صومان فنحن نصوم ونغوان صوم نبي تعظيما له وين ان ويلين مالك اسغا ومال الى انبياء غرغار او هيلي قال لا جبي وي فقال النبي نبي حول عليه الصلاه والسلام نحن انغا اولى كم مضنا لبموسى موسى اذا كم مضنا منكم بدينك نبي الله موسى انغا مسلمين تا اذا كم مضنا ان ان راعنا ان كدينا وناغ سي دينتيس وحي مركا ان نسخ ايو ديدا اسن كيمان فامر وحو امر النبي المسلمين تي بصومه نبي عاشوراء صوم النبي فري ومد فري. تامرك وحاوي اشكال بحق فقه كتر يو كفرت احد قال هذا افراد وحي الشيغان لما اعتمد الله وانا قبطه. هذا الكود النبي سو عسكاي وحلو النبي عسكانيني نبي هو سوم جري عاشوراء جاهليه لسوم جري اسلام هو لسوم جري. لكن هذا حسوك رد الحق إن يهودنا يسوع ميسو نبي موسى يكتب بين إياه نبي موسى يكتب بين إياه عبادة مشتركة أهيت علم جا خاص كسوك رد نبي قنوا حج على أهل الكتاب كأنه وافقه وحي أن لا أمر إنه خلافه وكي قبله هو وافق إلى الله جنة سخي إنه سود تأليف سود صوت دمو سود شيدو الدين كقاتم بوربي وحي مركم عبادة مشتركة وناجة النبي قال لك الريبن انه قرع وشعلا مركي عناد كودي ودغن حمضودي من حلق ذي موقتين وحال فر انه خلافه في كل شيء الا شيء خير ومركا نص الدين لبا مويه اصل لبا مويه مركا تنوام حي نبي اما انه بوحي كوغا وركي شيغين انه رؤيا وركي شيغين انه رؤيا نبي اما بوحي كوغا واما بتواتر موي واما بتواتر لا او شيخ متواتر متواتري هنا لما ايغو روح الشيخ من مسلم با مسواقا لما فيريو شيخ معروف كمتواتر كا يفيد العلم الضروريه بغض النظر عن ديانه الناقل والراوي مركا اذا اصول كا لقا الله مصطلح واتقرني سوشا ايضا مركا نبي انه تواتر عسكدي يا اما انه عسكدي وحي هاو الكير وناكسن باش يولد الشيخ وحيلي عاد عكرت النبي يقول هاو شاو عسكدي مسلمين تي يهودي دا اسلامي كعبد الله بن سلام من صحابه الى هايون ومسلمين حقنا هاي علماء مركا ايضا اما نمنك علماء مسلمين تي صحابه دا وركو دي ونبي وقاتي اما وحي بوكو اوغادي اما بتواتر لكن قال فردي وركي سلامه قبان كرو وحدنا من بشار بن دار وابو بكر ابن نافع جميعا عن محمد وجعفر غندر عن شعب الحجاج عن ابي بشر جعفر نبي وحشيه مركز شعبة ومتابعين هشام البشير السلمي انت سكربة بهذا الاسناد كتب حديث شعبة وقال وحنا يشعمك سوق التبيني فسألهم عن ذلك ماشي فسئل اهيت هشام البشير روايدي فسئل زمرتين فسئلوا اهي فسألهم عن ذلك انا كاسو النبي ويدي واسوق الشعبة كوري وحدثني ابن ابي عمر العدل محمد يحيى حدثنا سمعنا عيينة عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن عبد الله بن سعيد ابن جبير عن ابي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه مدينه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد وحوها لليهود صياما ايغو صوما يوم عاشوراء مالك صوق عليه وارك ايغو صوما اشكال باكوي من اشكال حق جوابي كرتا مالك ونبي صوق عليه بش موليد اهيت ايا كبك نيت مالن تودي وريجي سي عاشوراء مرك إشكالك مرك واقب حاية هديك لو حاديه وجدوا حالة قوة ذا سنة كلا بادي هجرة ذا مك عاشوراء لقرب الصومين إما ها وحاس كوب ده مي سو جليد دي سي يو صون كودي لا بد تأويل باكو بنان كم وريج أنا إلى قمنا ورقنا إلى هايو سام مرك وجد ظاهر كذا أن يعربين تماشى كم مقطع أن لغة تعقيب أن لغة فقاني
فوجد اليهود على صيام يوم يوم عاشوراء فقالوا رسول الله حكيه ما هذا اليوم الذي تصومونه ما انت اتصومنتين تصومي سن معيت ما حدكم ماكتين فقالوا وحدنا هذا يوم عظيم مالك ومال وين الله تكوي معايا لانجى الله فيه موسى وقومه إلهي وموسى تلكي بدباديي وظلم فرعون ضغيان كيسك بدبادي وغرق الله من شيء أمها فيه وبيكد لي فرعون وقومه فرعون يتلكي فصامهم موسى شكرا بإلهي موسى الصومي ما هدنقوا إلهي وما هدنقها فنحن نصوم اتباعا لموسى أنه من صومينا أنه موسى كن راعي فقال رسول الله رسول الله وحجري فنحن أحق وأولى بموسى منكم يعني النبي وحي شيغان اسكما قادن جيري وحي كو قال بوحي او بعلم اخر اي اسكن جيري صدرتيد مركي وخ خلدن سو غوريان او انبيياد او تيريان و بيني جيري سو بانو معاد بن جبل حديث كيس وحا كو يمد تلمام اي انو نبي كدلبد انو سجود اسجود سي نصاري يهود بو سجود علمودود اي عقاشود اي بقرودود مركي لو ويدو وحي دهين ولي أنا ويد الشام مكوا تجي معاد أما يمان مركوا تجي إيه وكل محل يقول سجود سن بقرين علماء إني أحبارتي الربان توعدين وتحية الأنبياء أنبياء اللو سجود ينقوه الرئيسي أنبياء بني إسرائيل ما كلا سلام يوالو سجود يجري معاد بنا بالله كل ده مركا دكوا بالله سجود يجري يهودنا علماء اللو سجود يسوع أنبياء كارس اللو سجود نبى الله أنكو سجود نوقع صلاة نبحوري كذبوا على أنبيائهم كما كذبوا على الله سبحانه وتعالى أنبياء ربي كبهم ربورتين سيد إلهي أقبهم ربورتين وكذي ذي يعني مركة حب النبي وكسوا بها يا عوري وذكليا وشماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق أننا مضن وأولى كحقنا بموسى موسى منكم إذا كنت كحقنا فصاموا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا إلي نبي موسى الدين تي صحنا إذن وليمد أحد يقول هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام فسام رسول الله وأمر بصيامه نبي قال صومي أمدنا وحفر إن الصومات وحددنا إسحام إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق فإذا مسلم هذا مركا أن هذا مر إن كبر عروه مركا مر ابن ماجه حديث كان ابن ماجه كياني من طريق سهل ابن أبي سهل عن سفيان إسماعيل بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير كنت طواب بقول صدني يدو كفيري ساسا مركا ان قد المره ودادي تحقيقني ان سداس سنتك هو صحيح انو ما نكبر ارين سنتك هو معلول سنتك هو معلول روايه صحيحه عديسي سنتك مخيكو ما جو خكو وري عن شيخه عن سفيان بن عيينه عن ايوب ماشي هذا يكيلادن صحيحه عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه واسدداس غويي شيخ ابن ماجه با غوي محفوظ في صحيحين وا محروي عبد الوارث عن ايوب هي الروايه هذا سوين عيينه عن ايوب وحاوي ان بين سعيد بن جبير وبين ايوب كجرو ويلك او دلي سعيد بن جبير او دلي عبد الله اها با كجره اسقاط الواسطه بين ايوب وبين سعيد بن جبير ومحي وغير محفوظ ومنكر وشذوذ رواية الصحيحين هي المحفوظة ورواية ابن ماجه وشاذة وحالة تفرض ورك أصقى سهل بن أبي سهل عن سويب بن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير وخطأ إن قبر رقا عيد لكن أي مسورة كلمة كان مريض انت ونسكوه قاعدة هذا ابن ماجه في رسالة وكنت طوب بقول تصدني تطوب عم صدني زيد بقى في رنكرتان بخاري أسوق الحكو وري حاقة تصي نين كان ابن أبي عمر العدني ومن أثبت الناس في سفيان من أثبت الناس في سفيان هذه لو رأى الله ابن أبي عمر العدني يسهل ابن أبي سهل عن ابن عيينة والله يسبر بردي كرا وحديده يسا رواية البخاري وحوجين يسا ابن عيينة رواية عفوا ابن أبي عمر العدني حوجين يسا أصوم من طريق عبد الوارث بكورية عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن أبيه سعيد بن جبير ما رواية صحيحين هي المحفوظ حافظكم أو شعوبة المامة وكه الله يا كن إنماج محمد الله كنت ضاب بقرصدني تضاب إني وياه بالفير بالفيرية إن شاء الله رقم كذا محسوس
عن نبي سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما وزور من أنفل يهوش أيضا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق عن حدثنا معمر سمار روايات كلها متابعة واتنا وحجنيسة رواية ابن أبي عمر ومتابعة قاصرة. حدثنا معمر ومتابعين سفيان عن أيوب السختياني بهذا الإسناد أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه سعيد بن جبير عن ابن عباس إلا أنه قال معمر وحجر لكن عن ابن سعيد بن جبير ويلك سعيد بن جبير بويلي لم يسميه لكن ما مقعبنا عبد الله مردهن أما عبد الله هردهم يسندهن يقول تقير يا إني واسطة أولا حيثه بين سعيد بن جبير وبين أيوب وويلك سعيد بن جبير وماشو كتر. إذن حدثنا أبو بكر بن شيبة بن مرين قال حدثنا أبو أسامة حماد عن أبي عميس واسمه صدقة ابن أبي عمران ومشهور بكنيته عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن الشهاب وصحابي يمايا لسكوهية عن موسى الأشعري قال رضي الله تعالى عنه قال كان يوم عاشوراء وحوها يوما تعظمه اليهود ما اليهود أي وينيس كذلك النصارى وتتخذ وحكدة جنجرت عيدا عيد بكدة جنجرت لغن كوضو حكبة يهود عيدو دي الصومان إنه عيده إنه صنك وكع عقية ومخالفة يهود النصارى حكسة عيدو دي الصومان تعظمه اليهود يهود بوين جرت وتتخذ وحكدة جنجرت عيدا عيد بكدة جنجرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموها أنتم إذنك الصوم ولا تتخذوا عيدا إذنك الصوم لكن عيدها قد يغنينا أنه عيد اسمه قلان صوى كالعقية اللهم ميلا خاص وادي نك حاجك أصوى الله فصحيم ويه. وحدثنا أحمد منصور أحمد المنذر عفوا حدثنا حماد بن أسامة حدثنا أبو العميس واسمه صدق وأنا قسم بأن هذا أخبرني قيس بن مسلم الجدري بكولا فذكر وحوش يجي مثله مثل حديث صار بهذا الإسناد بقش يجي وأنا كاتب سوق الرواكمة وحماد ابن أسامة مسوى أحمد المنذر حماد رامب وين صوم مرة وأحمد المنذر بوجي ذا وزاد وحون كردي قال أبو أسامة وحوش فحدثني صدق ابن أبي عمران ومقعي أبو العميسة عن قيس بن مسلم الجدلي عن طارق بن شهاب البجلي عن موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان أهل خيبر ري خيبر أو يهودة يصومون ويصومون يوم عاشوراء يصومون جرين يتخذون عيد عيدنا ويكدغن جرين ويلبسون نساءهم عيدني بدل لو عطيني سي عيد ودغنيا يلبسون نساءهم تمكوا وحري جرين فيه في يوم عاشوراء حليهم بلادهم يحري جرين يا وشارة بلعده شارده وبلعده يشأنك كام وزينة يقال فلان حسن الشارة أي حسن الهيئة حسن الهيئة واللباس شارده وعلامة يا أصلان تأصل كيرو لك هذا حلو جدا نرك مقعابا أما تلماما اللي حد حلق عيده وكلي حرين تريوه هو ينكونا بلده أيو زينة وحرين تريوهنا نرقو رحسن بيسو حرين كعيد يلبسون نساءهم فيه حليهم هي وشارتهم هي أذوذية بلعوذي بيحرن جرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم إذنك الصوم ساسك إذا كدق نيل لك إذنك الصوم كابصلا. حدثنا أبو بكر بن شيبة وعمر وعمر الناقد محمد جميعا عن سفيان بن عيينة قال أبو بكر وحور حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد رواية حديث أولياء ابن عين وحور حدثني أفن أخبرني عبيد الله بن يزيد منذ 70 سنة 70 سنة حديث كانوا يتبيي تضواتا سنة كهر شل وحي لدين شيئا تسيد دينيسا وذلك المحتبين هيا حديث مقلي وورني بالسنة والمتن قبل 70 عاما تضواتا سنة كهر. طيب رواية أحمد بأسكال في مسند كون سقال بقول صدني سديت أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد منذ 70 سنة عند أحمد كون سقال بقول صدني سديت قفري هذا عن بكورني هذا وارة رواية مسلم رواية أحمد بأ صرحت بالإخبار والتحديث عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي أن سمع ابن عباس بن مقلي رضي الله تعالى عنهما وسئل أسئل لويدي ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء لويدي صوم كمانك عاشوراء فقال وحيلي ما علمت
مؤغي أن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صام إنه صام مؤغي يوما مال يطلب أردون يوجرن يرادن يو فضله فضلك سعالي من هو ديري هاي إلا هذا اليوم مالك الموية حول أنت أنا أقول هاي برمجرته مال النبي صلى الله عليه وسلم سجوني أسوق فضلك سأي أجرك سأو مال مهكا ديري هاي رادن يوضل بي إلا يوم عاشورا موية. إذن رواية البخاري بقى كفي عنيده إلا هذا اليوم يوم عاشورا بعلى صعوته إلا هذا اليوم يوم عاشورا ولا شهرا بالنبي واسوغ الصوم يصير ما يسترنا مؤقي بوري وفضلك سرادنا إلا هذا الشهر بشن موية ويعني رمضان أجيدا بل والنبي صوم بش أفضل بل رمضان بيا هيد ما لو صومنا انت أنا أقهي بوري أقالك سكاه الله ياي ويوم عاشورا مرك يوم عاشورا يعرف وحور رجح يا ابن عباس عاشورا يفضل بطن تسيدا سمرك أسوغ مريا فضلك يدي يهوله يدنا شيخ أبا كيري دون إن شاء الله تعالى معي قد من بابك سنة كلية. وحدثني محمد رافع عن إسابوري حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبيد الله ابن جريج متابعين إياه صفيان بو أنت سؤكياني أخبرنا عبيد الله إيوه أصوغ عضينا إياه بالإخبار أخبرنا عبيد الله من أبي يزيد فالإسنادي بمثلي بكتب بمثل حديث ابن عيينة كله الشيخ والله سبحانه وتعالى أعلم.